نفسك. نديروا ليه عادل، سميتو عادل، عادل عمروه، عادل عمروه، عمروه ماشي عمروش، عمروه تقريبا، لانه الراي تغير. شوف مدرب غير مسؤول بتاتا، لانه انت كتقول لي الجامعه الملكه المغربيه اتهام خطير. وي راه هذه ضربه للكاف، ضربه للفيفا، ضربه حتى الاتحاد التنزاني في حد ذاته، لانه هو قال هذا التصريح راه من بعدا فاش مشى عنده الزميل ديالنا الصحفي في قناة الرياضيه الرشيدي سفيان، سفيان الرشيدي، قال عكس ديك الهضره. دونك هو عندك الاتصال الشخصي، الصريح الرياضي ربما كان قبل، لا ما تنضرش، كان بعد، لا كان بعد، لا كان بعد، انا تبعت لانه كان بعد، قال قناة الرياضيه شيء والتصريح ديالو كان شيء اخر، القناة الجزائرية. بالنسبة لي انا هذا انفصام، انفصام شخصي، وكيجي من مدرب مسؤول، وانت مقبل يعني انت على راس ادارة ديال المنتخب. والمشكل كاس المشكلة سي مصطفى، دوك انت ما خليتيش دوك المنابر الاعلامية ديالهم ديال الجيران، ما خليتي ما يقولوا، ما خليتي ما يقولوا، حنا كنتقبلوا كنضحكوا، حنا في الخاطر ديالنا كنضحكوا، ولكن انت كمدرب مسؤول. والمشكل سي مصطفى والسي حسين، هذا السي عادل عمروش كمدرب ديال منتخب تنزانيا، ملي جا باش يلعب مباراة مع المنتخب الجزائري اللي هي بلاده، وانت تكونتي في بلجيكا وعشتي في بلجيكا وكتدرب واحد المنتخب وجيتي تلعب ضد منتخب جزائري، راه بدا في المطار باتهامات الاتحاد الجزائري والمسؤولين ديال الجزائر. ها هو اليوم يعني بلاده، انت رجعتي لبلادك فاكيد تحس بواحد الفخر، وكانت شجر يعني وقع في شجار مع احد الاعضاء ديال الاتحاديه الجزائريه. اليوم خسر مع المنتخب المغربي في تنزانيا، خسر في تنزانيا ولعب بطريقه دفاعيه اللي بحث فيها على نقطه. شوف انا وحسين ممكن غادي نتفقوا، ممكن انا وحسين لاعبين الماتش، واش هاد الفرقه ماشي هاد الفرقه، كتكون ديك الحرب كلاميه باش تاثر على المعنويات ديالو، ولكن كتكون يعني في المقام ديالها. انت راه خرجتي اوكسجين، راه اتهام خطير. انا بالنسبه ليا على الاتحاد المغربي، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، انا طرف وي، لانه من حقهم، لانه هذا طعن يعني في الاتحاد ككل، وكذلك يعني في اتحاد قرار. غنديروا ها هو التصريح ديالنا، التصريح ديال السي عادل عمروش. السي حسين اشلا، المنتخب المغربي فاز على منتخب كرواتيا، فاز على منتخب بلجيكا، فروبرتو مارتينيز سبب لي في الإقالة، فاز على منتخب البرتغال، تمت كذلك إقالة منتخب برتغالي، فاز على منتخب إسبانيا، تمت إقالة لويس إنريكي، ومع ذلك هاد المدربين الثلاثة العالميين كلهم اعترفوا وقالوا بأن المنتخب المغربي كان أفضل. اليوم عادل عمروش اللي كيدرب منتخب تنزاني متواضع قبل المباراة تيخرج باتهامات، اللي شنو رأيك كمدرب وكإطار يعني كتعرف بأنه الكلام خاص يكون مسؤول، خصوصا انه ملي كيجيك من المدرب ديال المنتخب الوطني كيكون مثير للاستغراق. فانا في نظري يعني كيكونوا بزاف ديال التعليقات وديال الارتصامات ديال المدربين من مورا اي مباراه، كيكون تساوي الضغط، ديك لا بريسيون ديال المباراه كيكون يعني نازم فيها، ولا ما حققش نتيجه ولا ما كرش راضي على المستوى ديال اللاعبين ديالو، كيخرج بواحد التصريح اللي كيكون كيتناقض مع 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 الرؤيه، ربما تكون في حاله انفعال، ولكن هذا قبل المباراه. انا هذا التصريح يعني باقي قام لعبنا، يعني تصريح نقدر نقول لك مسؤول، ديال شخص مسؤول وعارف راسه شنو كيقول، كيتحمل المسؤوليه، كيتحمل المسؤوليه. حتى تصريحات السي حسين انت ربما ادرى، راه تصريحات ديال الضغط ماشي هي اتهامات، انت تتهم انه هاد الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تتحكم، ونتمنوا نلعبوا مع هذا المنتخب بدون كواليس، ومنتخب رابع المونديال، مش منتخب مغربي وصر هذه احسن ما كتبقاش حرب كلاميه. لا مسؤول دابا، هو قال واحد التصريح خصو يكون عارف راسو واش كيتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي كيقول. ما يمكنش اليوم نجي نقول لي انايا ما تقولش، ولا هو كيتحمل المسؤوليه، لانه داكشي اللي كيقول راه خصو ادله، يعني الى راه خصو ادله لانه هذا السيد هذا خصو يوقف عند الحد ديالو. علاش؟ لانه حنا كنسمعوا وكنسكتوا، كنسمعوا وكنسكتوا، كنشوفوا وكنسكتوا، كتجي واحد الوقيته احتراما طبعا، صافي تجي خصك دير داك النقطه فوق العرف، فهنا خصها دار النقطه فوق العرف. علاش؟ باش كل واحد حنا ما كتسمعش لا حتى جماهير، ما كتسمعش ما كتسمعش اطر مغربيه، ما كتسمعش ناس مسؤوله انها كتنتقد اشخاص اخرى ولا دول اخرى ولا منتخبات اخرى، ما كنهضروا على حتى شي واحد. هذا دليل على اننا كنشتغلوا في صمت، كل شيء كيشتغل في صمت، لا الفرق الوطنيه، لا الدوري، لا المنتخبات. الحمد لله راه الاجوبه الصحيحه هي فين كاينين حنا وفين كاينين هما، هذا هو جواب صحيح. فبالنسبه لي انا هذا السيد هذا عمروش اول مره غنعرفه انا،
اول مره غنعرفو عرفتو بهذا التصريح، فما غيدخل ليا من هنا ما غيخرج من هنايا. علاش؟ لانه كم من حاجات قضيناها بتركيها، فهذا لا يساوي شيء. ولكن حسين هذا راقب الفتره، خليك تكمل الصفة سيكون موق. لا شوف، هذه راه اهانه للاتحاد الافريقي. خلي الاتحاد بغى يتخذ مر بانه تايق بانه غادي ياخذوا اجراء فهاد النقطه، لانه دائما حنا كنخدموا كيف ما كنخدموا بصافي، كنشتغلوا بواحد الاحترافيه اللي كبيره وبواحد المهنيه، واللي بغى يهضر يهضر، ولكن كتجي واحد النقطه اللي مايمكنش دوزها. الله يرضي عليك، مايمكنش دوزها. الاتحاد المغربي ياخذ اجراءات اليسارم، كذلك الكاف لازم تضرب من الحديد مثل هاد التصريحات هادو ومثل هاد الخرجات، لانه يعني كطرف في الاتحاد الافريقي هو اللي منظم، كذلك في الاتحاد الدولي اللي راعي هاد كاس الامم الافريقي. فتنظن بانه التصريح غير مسؤول ونزيد.